في إطار استراتيجية وزارة الداخلية الرامية إلى تطوير وميكنة الخدمات المقدمة للجمهور للتسهيل على المواطنين والمقيمين في التعامل معها، بدأت الخطوات الجادة في تنفيذ مشروع البصمة البيومترية الذي يساهم في توافر قاعدة بيانات لكل من يعيش على أرض الكويت ويبلغ من العمر 18 عاماً وما فوق. يهدف المشروع الجديد إلى ضبط حالات التزوير والتحقق من قوائم الممنوعين المحلية والدولية قبل توثيق حركة السفر، ويهدف أيضاً إلى التدقيق على المركبات أمنياً في المنافذ البرية للتحقق من عدم إدراجها في قوائم المركبات المسروقة والمطلوبة محلياً ودولياً قبل توثيق حركة المركبة. شكر كبير للزميل طالب طبعا على هذا التقرير الجميل، وايضا الشكر موصول لوزارة الداخلية للتعاون معنا لهذا التقرير المميز اللي يوضح اهمية البصمة البيومترية. طبعا الشكر لحسين دشتي اخونا اللي سوى هذا التقرير. اليوم طبعا معنا العميد حقوقي خالد المخيال، مساعد المدير العام للإدارة العامة للأدلة الجنائية. مساك الله بالخير ونرحب فيك. حياك الله. حياك الله ومطري. مساك الله بالخير وسعد مباركه. يعني الكل يتساءل عن سبب تسمية البصمة بهالاسم البيومترية، ليش ان هذا اسمها البصمة البيومترية؟ تسميتها يمكن حتى في اللفظ مالها واضح، بيومترك، فهي بيو حيوية ومترك قياسية، فهي القياسات الحيوية للإنسان في أكثر من سمة معينة لكل إنسان تميزه عن غيره، ندخلها بشكل مدمج مع بعض عبر نظام تقني وتكنولوجي معين يساعد في سهولة تحقيق شخصية الإنسان بروحه عن غيره من الأشخاص. عشان كذي أنا عرفت أن في ناس راحوا بعدسات وفسخوهم العدسات اللاصقة علشان يقايسون البؤبؤ مال العين، القرنية العين. فعشان كذي إنه ما ينفع إنك تروحين بعدسة. حلو. إذا كنتي لابسة عدسة لازم تفسخينها. يعني صحيح. عشان كذي لازم الواحد يكون ملابس أي شيء. ملابس أي شيء بالفعل، لأن أيضا عندنا من التقنيات اللازمة والتكنولوجيا اللي يتناسب مع أيضا الحالة الطبية للإنسان. في بعض الناس مسوي زراعة عدسات طبية معينة، فأيضا عندنا الإمكانية إنه يكون هناك التقاط للعدسة أو عفوا للقرنية وبصمة القرنية للعين حتى بوجود العدسات الطبية اللازمة. أما العدسات للإكسسوارات واللازمة للزينة هذه إذا عدسة شفافة عادي، إيه الطبية فقط بإمكان لها آلية أخرى عندنا عبر فرق أخرى في ضبط الجودة في البحث الفني لإدراج مثل هذه البصمة. زين أبو محسن، خلينا نكون صادق معك شوي، يمكن في كثير تساؤلات من يعني بداية البصمة هذه لما قريتوها قلت حق الناس تروحون. أتذكر قبل شوي تناقشت معك قلنا صار في زحمة وايد في مركز الجهرة وأيضا المركز الثاني أعتقد بملهمان على ما أعتقد. صحيح. المركز الثاني كان زحمة وفي ناس الكل يبي يروح يبصم، وكان في تساؤلات كثيرة. الناس يقولك شنو هذه البصمة؟ يقولك أنا ببصم على الحدود، أنا ببصم عندي بصمات اللي هي مات الأدلة الجنائية. فكان ناس تسأل عن هذه البصمة، شو قدرتوا إنه يعني خلال فترة صغيرة زين بصمتوا عدد كبير من الناس وقدرتوا تسيطرون على هذا الموضوع، بنفس الوقت فكرتوا تفتحون مراكز 530 ألف. صحيح. يعني هذا عدد ما هو صغير. كفو عليكم. يعني يمكن هذا الظاهر لكم أنتوا الحين، يعني صح التعبير، إن شفتوا رأس الهرم. إحنا كنا نعمل ونشتغل من سنة 2016 وإحنا نهيئ للخروج في البصمة البيومترية، يعني لنا ما يقارب الآن 6 سنوات وإحنا في عملية تأسيس البنية التحتية لهذا النظام. اليوم ظهر إلى العلن وبدأت العملية، وبدأنا أيضا إحنا في مراحل تدريجية، إحنا ما قيدنا العملية ولا أصبح هناك إلزام. يعني بإمكانك السفر، إن الوزارة الداخلية ما ألزمت أي إنسان في عملية أن يجب أن تبصم لتتمكن من عملية السفر، والمجال ما زال مفتوح لك. هو قرارك الشخصي. بالعودة في أيضا القدرة أنك تقدر تأخذ البصمة البيومترية، هذا عبر الإدارة العامة لأمن المطار. عندهم أيضا تم توفير أجهزة مناسبة لهم لاستقبال الناس وإيقاع عملية البصمة البيومترية، وحتى في حالات الازدحام عندهم القدرة والتنظيم اللازم والإجراءات والخطط الموضوعة أن يقودون عملية الازدحام هناك بطريقة مناسبة تخلي الناس تخلص وتحصل على البصمة اللازمة له ويطلع بكل سلاسة. أنا أتوقع أنه يكون في لاين خاص حق الناس اللي مبصمة
اتوقع في السابق، وفي يعني لاين ثاني يكون حق الناس اللي ما بصمت عدل. هو حتى بوصولك الى الموظف المعني بالجوازات، هو عنده بالسيستم راح يبين مباشره انك انت بصمت بعد ادخال بياناتك ان انت لديك قاعده بيانات البصمه او ما عندك بيانات، فمن هنا يقدر يوجهك مباشره، يشوف البيانات عندك قاعده ويعطيك الختم مباشره ويقول لك تفضل ليش الديره. ذكرت ان انتم من 2016 كنتوا قاعد تاسسون حق البصمه البيومتريه، صح؟ فشنو المراحل اللي مريتوا فيها علشان اليوم احنا نشوفها على يعني ارض الواقع؟ طبعا المراحل طويله ما هي قصيره، وفيها اللي مرتبط بالتقنيات والبرامج اللازمه للتشغيل لضمان الجوده ولضمان دقه المعلومه اللي واصله، لان هذه مرتبطه بتحقيق شخصيه انسان ما، وراح تكون بصماته هذه ثابته الى الابد، هذه قواعد البيانات الخاصه فيك. فكان هذا كل الفتره السابقه هذه عملية ضبط جودة، عملية تمكن من أن احنا نوصل إلى مستوى معين يكاد يصل إلى القمة، وراح نسعى إلى القمة، وهذه رؤية الإدارة العامة للأدلة الجنائية أن نوصل إلى هذا المستوى. فكنا نأسس أن نضمن أن قواعد البيانات تكون قواعد سليمة واضحة، فيها سهولة بالوصول إلى قواعد البيانات، سهولة باستخراج قواعد البيانات، نوصل معها إلى رؤية دولة الكويت 2035 بإنشاء حكومة فاعلة، أن كل إجراءاتك راح تكون بسهولة وبضغطة زر عبر تطبيق سهل أو أي تطبيقات حكومية. صح أبو محسن، طبعا أنت مثل ما ذكرت قلت رؤية، يعني معناتها مستقبل، وكنت دائما تبحث المستقبل وتطلع المستقبل، فأكيد يعني كان أنت عندكم تطلع قبل ما تقررون سافة البصمة. من الدول اللي شفت مثلا على مستوى العالم من الدول المتقدمة اللي كانت تستخدم هذه البصمة وقلتوا نبي نسوي نفسهم، وشنو الفائدة منها؟ الناس يقولك الحين شنو الفائدة منها بالضبط؟ مثل ما قلت لك، هي الفائدة منها أن هذه تحقيق شخصية لكل إنسان، له علاماته وسماته البيولوجية المميزة اللي تفصل بينه وبين غيره من الآخرين لسهولة التعرف عليه. الدول كثيرة بدأت تطبق نظام البيومترية، مثل احنا يهمنا الدول اللي نفس محيطنا نفس بيئتنا أكثر. فاحنا شفنا تجربة المملكة العربية السعودية، حلو، وتجربة دولة الإمارات العربية المتحدة ودولة قطر كذلك، وأرسلنا فرق عمل من الإدارة العامة للجنائية أن تروح هناك وتشوف وتطلع على التجربة اللي صارت، المعوقات اللي واجهوها، النتائج الإيجابية اللي لمستها الدولة، ومن هناك أخذنا وين وصلوا وبدينا نبني من هني وننطلق إلى الأعلى. يعني ما بدينا من الصفر، كذلك إحنا نأخذ من تجارب الآخرين ونبني عليه. في يعني في دول طبقوا طبعا المملكة العربية السعودية مطبقة، الإمارات أذكر قبلهم، الإمارات مطبقة، ودولة قطر، هذه على مستوى طبعا دول مجلس التعاون الخليجي. طلعتوا عليهم وعلى تجاربهم صحيح. زين أبو محسن، ما أقطع كلام مش حصة أبو محسن، الحين سام مع تقدم بالعمر، يعني أنا أكون صادق معك، الحين أنا بطاقتي المدنية معطيها مثلا واحد موظف على الجوازات، ساعات يطالعها شوي يشوف أن شكلك متغير، صورتي قبل 10 سنوات قبل 15 سنة، صح؟ البصمة هذه الحين مثلا أنا صورت عمر 20 خلينا نقول، بعد يعني 50 أو عمر 16 50 55 سنة مثلا، شكلي أكيد بيتغير، الوجه يتغير، يمتني يضعفه، يعني هم تكون دقيقة 100% تصير. هذا سبب تسميتها البيومترية، لأنها حيوية وقياسية، أنت في وإن كان بعض الملامح تتغير لأن في مقياسات هذه ثابتة، ياخذ النظام هذا قياسات معينة في الوجه، تباعد العين، تباعد الأنف، تباعد علامات متكاملة. يعني احنا ما نكتفي بعلامة واحدة، في طريقة عملنا ناخذ بتساند اسمه تساند الأدلة، فبالتالي القرينة اللي وصلت معاك من قياس الوجه مع قرينة بصمة العين مع الإيد مع تتكامل مع بعض وتعطي في النهاية ريزلتس واحد. فإذا حتى لو انت غيرت في زراعة قرنية على سبيل المثال طبيا وسوى عملية، أيضا بقية السمات الوراثية راح تتكامل مع بعض وتعطي في النهاية نتيجة أسهل لتحقيق شخصية الإنسان بسهولة. حتى إذا واحد سوى عملية تجميل مثلا، غير حتى لو يسوي عملية تجميل راح نكمل على بعض العلامات على بعض تعطي نتيجة واحدة. إنزين، في عادة الكبار بالسن مع العمر البصمة تختفي، بصمة الصبع. يعني أنا شفت كذا حالة إن مع مرور العمر إن البصمة تتلاشى أو ما تكون واضحة أو غير دقيقة، هي تتأثر. تتأثر. فهم البصمة البيومترية هي يعني علشان هالأساس أنتوا سويتوها، أو يعني هم هذه من ضمن العوامل اللي موجودة، لكن ما هي كل العوامل. البصمة تتأثر بعوامل العمر، تتأثر بعوامل طبيعة العمل،
ايضا في بعض الناس في الاعمال المهنيه اي اللي يستخدمون فيها الايد بكثره مثل الخياط على سبيل المثال راح تجدين ان بصمته تتاثر صح. اكثر من غيره تتعرض النساء ايضا في عمليات الاستخدام الكثيره لليد من الشامبو كذا وهذه تبدا تتاثر اي طبقات الا ان البصمه هذه من خلق الله عز وجل موجوده حتى في طبقات الجلد اللي بعدها حتى لو كانت الطبقه الاولى تاثرت مع العمر ومع علاجات معينه ممكن تبدا تظهر مره ثانيه صحيح. ونستعيدها فمو مشكلة أنا عندي فريق وعندي فرق مو فريق عندي ضبط الجودة اللي ممكن إنه يتعامل مع الحالة الصعبة هذه ويعطيها مراحل لين إنه يستخرج البصمة اللازمة ليضع فيها القرينة بالإضافة إلى أن البصمة أختي حصة عشرية يعني أنا أتكلم على 10 أصابع وأنا قلتك قبل شوية إحنا عندنا تكامل فحتى لو كان عندي إصبع إصبعين تأثروا متأثرين عند الأصابع الباقية أنا ممكن أحصل قراءات عينة متأثرة مثلا تروح على العين الثانية صحيح. ممتاز الحين بو محسن يمكن الناس الحين تقول عبد الله من خلال اللقاء هذا أكيد يعني هذا الموضوع صار مهم وأنت مثل ما تفضلت قبل شوي قلت يمكن عدد كبير تعدى يمكن 600,000 قلنا 500,000 وبازدياد طبعا بازدياد ما شاء الله اللي بصموا لكن السؤال الحين كم مركز خدمة صار عندنا في الكويت اللي يسوي هذه البصمة بنعرف طبعا احنا في كل محافظة في مركز رئيسي خاص بالإدارة العامة للأدلة الجنائية وفي يقع في مديريات الأمن التابعة للمحافظة الموجودة بالإضافة إلى موقعين خاصين في التعامل مع مواقع تبصيم الشركات اللي بدأنا نستخدمه الآن لقطاع إخواننا الوافدين أو المقيمين في دولة الكويت وعندنا فريق أو لجنة مشكلة بقرار وزاري مهمة هذه اللجنة أن في نهاية كل أسبوع تجتمع وتدرس مخرجات الأسبوع اللي طاف وعلى ضوءها تقرر عمليات التوسع الميداني أو الجغرافي في عملية تلقي البصمة خلال الدراسة الفترة اللي طافت ما بين 12/5 إلى الأسبوع الماضي رأينا أن هناك لابد من التوسع والاتجاه الآن إلى إحنا نوصل إلى قطاعات أخرى عند المواطنين فالحين عندنا بالتعاون مع بعض القطاع في القطاع الخاص وهذه من رؤية دولة الكويت 2035 اللي مشاركة القطاع الخاص عندنا الآن في قطاع التجاري في مجمع الأفينوز وكذلك الآن التواصل مع مجمعات أخرى مثل مجمع 360 مثل حلو. مجمع العاصمة مول والكوت وأيضا مجمع الوزارات عندنا الآن منهم معهم تواصل لتهيئة البنية التحتية في هذه المجمعات لاستقبال أجهزة الخاصة بالنظام ووضع برنامج معين نضع معاه خطة شلون يتم استقبال الناس اللي زائرين لهذه المواقع ممكن يكون الموضوع بدون حجز موعد ولا للحين كله حجز موعد مثل ما قلت لك احنا اللجنة قائمة كل أسبوع تجتمع وتدرس مراحل الأسبوع السابق الآن راح نبدأ في مجمع الأفينوز بعد العيد بعد يعني التعاون المشكور من قبل إدارة الأفينوز في مركز خدمة المواطن الموجود داخل مجمع الأفينوز راح نبدأ فترة تجريبية تشغيل ما بعد العيد وراح نقيس خلالها عملية أنه بدون موعد لكن تحصل على رقم حتى نحصل يعني يضمن كل إنسان مراجع حقه في الدور ووصوله بدل ما يتعطل أكثر من اللازم وعلى ضوء نتيجة التطبيق الأسبوع أسبوعين أو ثلاثة يقرر مدى إدراجها ضمن المواعيد عبر تطبيق سهل أو منصة متى أو الاستمرار عبر الأرض ممتاز أبو محسن أنا يمكن عندي سؤال بعد مهم الأطفال يعني بس بعرف من المراحل السنية من متى تبلشون أنتم تبصمونهم خلاص أنه إجبارا تبونه وتبصمونه من سن 18 سنة ها 18 سنة مو طفل صغير 18 سنة اللي هو السن طبعا اللي يبدأ المواطن أنه يتعامل مع الجهات الرسمية في الدولة مثل إدارة عامة للجنسية والجوازات ويطلع الليسن والجرعات والتجنيد كلها مع بعض إيه؟ صحيح إيه؟ فهني تبدأ معه عملية التبصيم وإنشاء قواعد البيانات الخاصة فيه اللي على ضوءها يأخذ هو اختار البصمة وحنا الحين طبعا احنا قاعدين نربط إلكترونيا مع كل هذه الجهات حتى أنه مجرد أنه تبصم راح تلقى النتيجة موجودة في الجهة اللي انت يا سلام هذه حلوة تاني والله بغيت اقول لك اياها يعني الحين مثلا واحد ما يحتاج يروح يسوي بصمة تجنيد اذا سوى بصمة عندكم خلاص توصل بالسيستم عندهم هناك هذه المراحل اللي احنا شغالين عليها راح نبدا نربط مع كل الجهات يعني احنا حاليا مثلا عندنا ربط مع وزارة التجارة فاي معاملة عندك في وزارة التجارة ما عاد تحتاج انت تراجع الأدلة الجنائية تماما خلاص قدم معاملتك عندهم التراسل الالكتروني واحنا نرد عليهم بالتراسل الالكتروني كذلك بامكانك استعانة بتطبيق سهل
في الحصول على الصحيفة الجنائية. يعني أعتقد دولة الكويت وصلت إلى قفزة نوعية يعني عالية جدا، أصبح الآن في تطبيق سهل خلال ثواني معدودة أنت تحصل على صحيفة الحالة الجنائية بلا حكم عليه. متى راح يبدي هذا الموضوع مع وزارة التجارة؟ الصحيفة شغال والتجارة شغال؟ شغالة. شغال. كل المعاملات الآن طلب التجارة تراخيص التجارية عبر التراسل الإلكتروني. إنزين، أبي أسأل هل يوجد آلية معينة راح تصير إن شاء الله بالأيام الجاية، خصوصاً إن الحين موسم سفر؟ صيف. يعني في صيف الناس قاعدة تسافر وممكن يكون في تكدسات بالمطار، ففي آلية مثلاً مضاعفة أو في استراتيجية معينة؟ إحنا شغالين على مدار الأسبوع وعلى مدار العام. والمواعيد قاعد تتحدث عبر منصة متى، يمكن باليوم مرة أو مرتين المعاملة اللي تخلص ينزل مكانها موقع آخر. وقاعدين نوسع المراكز، فبالتالي بعد فترة راح تشوفين المراكز صارت أكثر. وصلنا إلى أكبر مواقع جغرافية موجودة بالدولة، وراح يصير أسهل للإنسان أنه يحصل على عملية التبصيم وينتقل، بالإضافة إلى أنه مو مقيدة لأي إجراء لأي مواطن أو مقيم في دولة الكويت. بإمكانك الحصول عليها وإمكانك تأجيل المعاملة، أنت مو ملزم بالأداء في الفترة الراهنة. زي أبو محسن يكون صادق معك، أنت تعرف يعني بالكويت في ناس تدري يصير عنده سفرة مفاجئة مثلا، يصير عندك نبي الحالات الاستثنائية اللي مثلا أنا عندي سفرة بعد يومين، أي حق الضابط يقول ترى أنا عندي سفرة بعد يومين تقدر تجدم الموعد، في إمكانية أن الضابط ممكن تعامل وياه ولا لا؟ يقول خلاص القانون يمشي على الكل. التوجيه من القيادة أن نسهل الإجراءات للمواطن. زين. إلا أنه ما يكون على حساب حقوق الآخرين، فأنا ما أجي عندي إنسان حاجز موعد بالساعة الفلانية وأقول لك تعال أنا راح أدخلك لأن عندك ظرف طارئ. في مراكز أخرى موجودة راح يفتح لك مراكز أنت جديدة في مثل ما قلنا المجمع التجارية في مجمع الوزارات، زائد أنه مو مقيد لك، بتسافر سافر. هاي. ما عندك مشكلة. صح. بتنجز أي معاملة بالدولة أنجز، ما في أي عطالة لك. فهو مو مقيدك بشيء حتى تقول انا راح اتعطل من شيء، انت ما راح تتعطل من اي شيء تماما. بالضبط. ابو عبد المحسن بس بغيت اسال عن يعني في ناس كبار بالسن صعبه ان هم يطلعون من بيوتهم او ذوي الاحتياجات الخاصه، فاكيد هالاشياء انتم حاطينها بالحسبان. بالضبط. نفس سالفه كورونا. ها ايه. طبعا احنا كل التسهيلات لاخواننا ذوي الاعاقه ولكبار السن، هذولا معفيين من الحصول على موعد، بإمكانه بأي وقت يجي ويبصم. لهم موقع خاص داخل المقر نفسه، لهم جهاز ولهم موظفين خاصين بإمكانهم أن يستقبلونه ويخلصون معاملته فورا. أيضا من ضمن قرارات اللجنة الآن أن العمل على تجهيز أجهزة معينة بورتابل، أن ننتقل إلى اللي ما يقدر يوصل مثل كبار السن مثل معاقين الحالات السريرية، راح ننتقل إلى الموقع اللي هو مقيم فيه وننفذ له عملية التبصيم البيومتري، لكن هذه طبعا ما هي الآن، لكن إن شاء الله قادمة بقريب. أكثر شيء بانا من تقول لك كبار السن يقول لك أنا ما أنا كل واحد عمره 50 سنة قال أنا كبار السن، عرفت عمره 60 كبار، أنا بالعرف الفئة العمرية أو الرقم الحقيقي اللي كبار بالسن اللي بيدخل بالمعاملة يقول أنا كبار بالسن. كم الرقم عشان 65 نقص الحق 65 يعني سنة. يا جماعة سمعت العميد خالد شنو قال 65 سنة قبلها 64 سنة مو كبار بالسن، بعدك شباب 65 أنا وعبد الله ما بصمنا. أنا بصمت أول واحد حق العميد خالد. أنا ما بصمت الصراحة. فشو تنصحني ان مركز معين يكون فيه مثلا سرعه في الانجاز او انه مثلا ما عليه زحمه؟ كل المواعيد منظمه والمواقع منظمه بنفس الاليه بالضبط. اللي احنا سويناه احنا فتحنا لكم وللمواطنين وللمقيمين حريه اختيار المنطقه الجغرافيه اللي بيروح يبصم فيها، فانت مو مقيده في المحافظه اللي انت فيها، بامكانك الدخول على الموقع واختيار المحافظه اللي تناسبك، او بعد ما تشوفون إن والله أنا على سبيل المثال دخلت على موقع محافظة حولي لكن لقيت الموقع كله فل. زين. روح موقع العاصمة، ما عجبك روح موقع الفروانية، روح موقع الأحمدي، روح موقع الجهرة، ليه ما تلقى لك الوقت اللي يناسبك واختاره، وراح تلقون الجميع كلهم متعاونين في خدمة الكل. زين، بالنسبة الحين أبو محسن حق الناس مثلا نتكلم عن الوافدين اللي يجي الكويت مثلا عند عقد عمل أو غيره من الأمور جاي من برا، متى تسوي له البصمه هذه؟ تسوي لها بالمطار ولا يدخل يخلص شغله ويضبط اموره ويقدم؟ شو الطريقه مثلا تو اول مره يدخل الكويت بعقد عمل؟ طبعا هذه الان تدير هذه العمليه الاداره العامه لامن المطار بالنسبه للزائرين لدوله الكويت، فهذول يتولون هناك في داخل المطار او المنفذ الحدودي حتى البري للزائرين، هم اللي يتولون عمليه التبصمه البيومتريه وانشاء قواعد البيانات للزائرين.
حلو. طبعا ممتاز. العميد حقوقي خالد المخيال مساعد المدير العام للإدارة العامة للأدلة الجنائية، كل الشكر لك. يعطيك ألف عافية. الصراحة كفيت ووفيت. وياكم جزاكم الله خير، الشكر موصول لكم ولكل القطاعات الإعلامية في دولة الكويت صراحة، اللي كان متابعتهم لهذا الموضوع لها الأثر الإيجابي في إيصال الرسالة إلى المواطنين وتهدئة أيضا الرأي العام. صح. أن الموضوع ترى سهل وبسيط وما يحتاج أنك أنت يعني تعيش في قلق أو في توتر بشأن الحصول على البصمة. أنا عندي سؤال أخير، يعني بالنسبة حق المقيمين بصورة غير قانونية، عدل مخرجنا هذا سؤالنا، شنو جراء، شنو تبي أسئلة؟ لأن في استثناء لهم ولا لا المقيم بصورة غير قانونية؟ هذا آخر سؤال معكم، متعبناك احنا. لا آخر سؤال. بالنسبة للمقيمين بصورة غير قانونية أيضا راح يكون لهم إجراء، لكن احنا قلت لك احنا في مرحلة البداية التشغيل، في مرحلة تأسيس وإنشاء قواعد البيانات، فالآن الأولويات في التشغيل اللي له التزامات مع قطاعات أخرى بالدولة. يعني لما أنا بديت مع الأخوان المقيمين في دولة الكويت نظرا لارتباطهم مع أعمال مقترنة في الإدارة العامة لشؤون الإقامة وراح تمس مراكزهم القانونية في دولة الكويت، فمن هنا بدينا مع هذه الشريحة. كذلك بالنسبة للكويتي أيضا راح تمس أعماله، سواء مع وزارة التجارة، سواء مع الإدارة العامة للجنسية، إصدار جوازات وغيره، فمحتاج أن تكون عنده قاعدة بيانات ويكون عنده الموافقة الأمنية لدى الجهات المختصة. في حين أخواننا المقيمين بصورة غير قانونية الآن ما عندهم تعاملات حاليا مع أي قطاعات في الدولة تتطلب أن يكون من ضمن الأولويات الآن لإدخال، إلا أن اللي له تعاملات الآن بشكل مباشر على سبيل المثال عنده معاملة لإصدار الجواز، حلو، بإمكانه أن يدش ويأخذ بصمة البيومترية وينفذ معاملته بالكامل. ممتاز. بدون ما يضطر أنه حتى يحجز موعد، مجرد أنه عنده كتاب بمعاملة، بإنشاء معاملة معينة في داخل قطاع دولة الكويت، قاعد الجهات الحكومية الموجودة راح يأخذونها مباشرة ويعاملونها بهذه الطريقة مثل طريق الأولوية بالنسبة للمعاقين والكبار السن، لأنه عنده معاملة فراح يدش على هذا المبدأ وتنجز معاملته بالكامل. لحين ما ننشئ قاعدة البيانات الكاملة وبعدها نبدأ نأخذ جميع أنواع الشرائح الموجودة في دولة. عميد خالد أنا وايد أقول لك مشكور، يعني نبهتنا ونورتنا وشكرا لك وايد، يعني على والله كفيت ووفيت، يعني هذا عمل جدا حلو منكم اليوم تخدمون المواطن أيضا والمقيم على هذه الأرض الطيبة. ودي يعني توجه كلمة أخيرة قبل ما أختم معاك. الله يحفظك. هذه الفقرة أول شيء مثل ما قلت كل الشكر موصول لكم، أنتوا وصلتوا رسالتنا للمواطن وللمقيم. دوركم الإعلامي صراحة ما نقدر يعني نشكك في هدفكم حتى من اللقاء هذا لإيصال المعلومة. كل الشكر لكم. شكرك. وننقل شكرك. كذلك لإخواننا المواطنين وإخواننا المقيمين، لا تحاتون شيء، الإدارة العامة للأدلة الجنائية وكل القطاعات مستحيل. اللي اشتغلت معانا في خدمتكم. أيضا أحب أوصل رسالة بشكل مباشر إلى الإدارة العامة نظم معلومات الجندي المجهول اللي أسس معانا وبدأ معانا من 2016 حتى اليوم، وهم اللي يشتغلون وهم اللي بعد الله عز وجل مكنوا الدولة من تشغيل هذا النظام. فكان لهم الجهد التكنولوجي المشكور بالإضافة إلى جهد أخوانهم وزملائهم في الإدارة العامة للجنائية من الناحية الفنية، وكذلك من إدارة الإدارة العامة للمنافذ اللي دورهم أيضا ساهم في عملية التنظيم بالنسبة للي قادمين إلى دورة الكويت. فكل الشكر لكم وكل الشكر لإخواني اللي اشتغلوا معاي في الإدارة العامة للأدلة الجنائية، وأنا تشرفت وما زلت أتشرف إني اشتغلت معاهم. شكرا لك العميد خالد، ما قصرت، وشكر موصول أيضا لإخواننا اللي شغالين الآن 24 ساعة في مراكز الخدمة. طبعا مستمرين معاكم مشاهدين بفقراتنا بعد في عسيف، ومكملين معاكم بعد هذا الفاصل، خليكم معنا.